يقرأ يوم الجمعة بسورة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة، يعني صبح الجمعة فيه 5 سجدات من الجهال يعني، ويسمونها سجدة الجمعة، لكن لا اسمها سجدة الجمعة. هو كان صلى الله عليه وسلم يقرأ ذلك في صبح الجمعة، فلا دخل لها بإيه؟ بسجدة الجمعة. وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة، يعني حتى لو ما قرأش السجدة يقرأ أي سورة ثانية مثلا كالفرقان فيها سجدة، لاعتقاده وجوب السجدة في صبح الجمعة. ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة دفعا لتوهم الجاهل. وده الإمام أحمد هو الذي قال تكره المداومة عليه حتى لا يعتقد العامة وجوب السجدة في صبح الجمعة، يعني أحيانا يترك وأحيانا يسجد. والحكمة من قراءته صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين في هذا الوقت أنهما ترمنتا ما كان وما يكون في يومه. ما كان أي خلق سيدنا فيها سيدنا آدم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وما يكون في يومها وهو ايه؟ قيام الساعة، وفيه تقوم الساعة، فإنهما اشتملتا على خلق آدم عليه السلام وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة، فيه النفخة وفيه الصعقة وفيه تقوم الساعة وفيه خلق آدم. فكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه وما يكون يوم القيامة، فتكون السجدة جاءت تبعا لقراءة السورة وليست مقصودة لذاتها. السجدة جاءت تبعا لقراءة السورة وليست مقصودة لذاتها في ذلك الوقت، يعني حتى لو ما قرأش السجدة في سورة السجدة يبقى يقرأ أي سورة فيها سجدة، فهو يعتقد أن السجدة لابد منها في صبح الجمعة، لكن لا، إنما المستحب قراءة هاتين السورتين لما فيهما من ذكر المادة والمعاد، ما كان وما يكون، تذكير. طوال على المصلين. نعم، طوال على المصلين، ولذلك يعني إذا حس أن هناك ضعفاء أو مرضى يقرأ يعني ما يوافق حاله، ما يوافق الحال. كل واحدة ربع يعني، سجدة أطول من ربع ما يقرب من 40 سطر. حكم المصافحة عقب الصلاة، ما حكم مصافحة المسلم لأخيه المسلم بعد الانتهاء من الصلاة؟ الأصل في المصافحة أنها مستحبة وسنة مجمع عليها عند التلاقي. في الحديث طبعا إذا التقى المسلمان فتصافحا تحادت عنهما ذنوبهما كما يتحاد الورق عن الشجر،
يتساقط عن هنا في الوجود كما يسقط الورق من الشجرة. ده أصل المصافحة، وخاصة عند اللقاء إذا التقى المسلمان. وقد استدل الفقهاء على استحباب المصافحة عند اللقاء بعدة أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما أخرجه البخاري عن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده في قصة توبة سيدنا كعب من التخلف عن هذا التوبة، قصة نزول كتاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه بساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ القلوب فريق ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فلما نزلت التوبة طبعا بشر سيدنا كعب فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني موجود، فقام إلي طلحة بن عبيد الله وهروي حتى صافحني وهنأني ولم يكن غيره، لم يكن غيره مصحا. قال: فما نسيت هذا طلحة، يعني كنا صاحب العلم منه وقع في 50 يوم. النبي عليه الصلاة هجر الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ربيعة، فقال ما حدش كرام إلا مين؟ طلحة بن عبيد الله وينساه. قال: حتى صافحني وهناني، يعني قال لي: هنيئا لك توبة الله عليك. ودليل على إيه؟ سنية المصافحة عند اللقاء. وعن قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. أخرجه البخاري. يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانوا يلتقون يعني يسلمون ويتصافحون، يعني يقولون السلام عليكم ثم يصافح أحدهم الآخر. المصافحة طبعا لها ثواب كبير جدا. وعن عطاء بن أبي مسلم عبد الله الخراساني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغل عنكم، وتهادوا تحابوا، وتذهب الشحناء. الهدية تورث المحبة وتذهب الشحناء من القلوب، والمصافحة تذهب الغل من القلب والصدر. دي فائدة الايه؟ المصافحة. لذلك لما يكون واحد مثلا غضبان من واحد يجي يمد بايده ما يرضاش يسلم عليه. ده الاصل في المصافحة عند اللقاء انها سنة. اما المصافحة عقب الصلوات فلم يكن احد فيما نعلم من العلماء بتحريمها. محدش قال دي حرام كما يقول بعض الناس. وذهب العلماء الى انها من البدع المباحه او البدع الحسنه. لانها من البدع الحسنه او المباحه. قال الامام النووي رحمه الله في المجموع: واما هذه المصافحه المعتاده بعد صلاتين الصبح والعصر، يعني على زمن الامام النووي القرن السابع الهجري كانوا يتصافحون بعد الصبح وبعد العصر. فقد ذكر الشيخ الامام ابو محمد بن عبد السلام رحمه الله انها من البدع المباحه ولا توصف بكراهته ولا استحباب. يبقى اذا هي ايه؟ مباحه، لا يقال مكروها ولا يقال سنة. بل وهذا الذي قاله حسن بكلام الإمام النووي، وهذا الذي قاله حسن، والمختار أن يقال القاعدة
قول المختار عند الإمام النووي: إن صافح من كان معه قبل الصلاة فمباح، وإن صافح من لم يكن معه قبل الصلاة عند اللقاء فسنة بالإجماع للأحاديث الصحيحة في ذلك. يعني مثلا واحد داخل هو وواحد معه وصلوا بجوار بعض، فهل المصافحة بعد الصلاة في حقه سنة ولا مباحة؟ مباحة، دخل في حيز الإباحة، يعني مفيش نهي عنها، مفيش نهي عنها. طيب واحد دخل وواحد دخل بعده ووقف بجوار بعضه، طبعا لم يتصافحا ولم يلتقيا خارج الايه؟ المسجد. التقيا فين؟ في الصلاة. قال إذن في حقهما المصافحة سنة. ليه؟ لأن لقاء، إذا التقى المسلمان فتصافح، بدل ما يلتقيان خارج المسجد التقيا بعد ايه؟ بعد الصلاة. شوف كلام العلماء أهل الأصول، كلام الأصول. لكن أحيانا تلاقي واحد يقول لك دي بدعة وسيئة وضلالة وفي النار. ازاي؟ البدعة الضلال هي ما لم يشهد لها شيء من الشارع صلى الله عليه وسلم. لكن المصافحة أصلها ايه؟ سنة. التقى المسلمان فتصافح، يبقى المصافحة هنا ايه؟ مستحب واردة في السنة. واللذان يصليان بجوار بعضهما التقيا بعد ايه؟ بعد الصلاة فتصافح، يبقى إذا فعل السنة. وإذا تصافح خارج المسجد وبعد الصلاة فهي مباحة. هي ايه؟ مباحة. وقد ذكر العز بن عبد السلام أقسام البدعة، قال: وللبدعة المباحة أمثلة، منها المصافحة عقيب الصبح والعصر. بدعة لأنها جديدة، أمر جديد، فهو مباح. في حديث المصافحة تلتقى المسلمان مصافحة، قلنا الحديث إذا التقى المسلمان فتصافحا تحدث عنهما ذنوبهما كما تحدث الورق عن الشيء. قلنا تصافحوا يده بالغل عنه. هو بيقول إنها سنة، الأصل فيها السنة. عقب الصلاة داخلة في الإباحة. قال ليه؟ لأن الترك ليس من الأدلة الشرعية. الترك ولكن لم يفعله النبي لم يفعله الصحابة. الترك مفيش حاجة اسمها لم يفعله، في حاجة اسمها ايه؟ أمر به أو نهى عنه بس. لكن مجرد الترك مش مذكور في الأصول، في أصول الفقه، إنه ده ايه؟ تشريع. إلا إذا ترك ونهى، ترك الفعل ونهى عنه. ولذلك من ترك الضبط ترك انه ياكل الضبط، ما نهاش عنه. سيدنا خالد منه قال: احرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، لان لو كان حرام كان جل تاكلوا او حرم عليكم الضبط. قال له: احرام يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرضنا في مكه يعني، فأجد نفسي تعافر. ولذلك أكله سيدنا خالد، قال: فاجتره فأكل، لأنه ضرب مشوي. أهو لحم. لكن نفسه إيه؟ نفسه يعني لا تعافر. يعني سيدنا خالد نفسه أكل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش بأرضه، فإيه؟ نفسه تعافر. إذن فالترك
ليس من الأدلة إيه؟ الشرعية، بل هو من أدلة الإباحة، لأنه يعتبر في حكم المسكوت عنه، المتروك في حكم المسكوت عنه. لكن طبعا إيه؟ الجاهل كل حاجة يقول إيه؟ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله الصحابة. فلو دخلت في حكاية لم يفعله دي يبقى تحرم عيش بكل الكلام أسلام صباح. نعم؟ الكلام أسلام صباح يقول تقبل الله أو حرم أو الكلام ده. ما فيش حاجة. هي دعاء. نقول له تقبل الله. ما فيش حاجة. لأنها دعاء. ولذلك واحد قال له إيه؟ تقبل الله. قال له ما وراش. قال له ورد الكسوف. يعني نهى الرسول عن تصفير الوجوه. ما دام واحد مد ايده خلاص مد كده كتير. لان المصافحه بتذهب الغل. لكن عدم مد ايدك ليه؟ هيغضب عليك. لما يحس انك انت ايه مستهتر بيه. المفروض طبعا ايه الانسان يراعي الخواطر. تقبل الله. أسلام الخطبة؟ لا لا. أسلام الخطبة العلماء قالوا لا يجوز طبعا لا السلام ولا الكلام ولا المصافحة. لا ما يمدلوش هيك طبعا. السودان هيلغي الجمعة. هيلغي الثواب. هنا المصافحة يترتب عليها اللغو. من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. يضيع ثواب الايه؟ الجمعة. فده أمر شرعي، أنت لأمر الشارع ممنوع من الكلام. من قال لأخيه صه والإمام يخطب فلا جمعة له. حتى لو برا الجامع. لا برا الجامع اللي هو داخل المسجد. لا داخل المسجد يأس ما يوم داخل المسجد يأس، لكن برا لا، برا المسجد وانت في الشارع مباح الكلام. لما هو اللي داخل المسجد يستمع الخطبه، لكن اللي خارج برا ده مش داخل في الحكم معانا. لا مش داخل معانا. نصين العلماء هنا اللي هو داخل المسجد هو ما يمدش ايده للي يمد ايده يوم الجمعه ما يمدش. صح. احنا عندنا المالكيه قالوا حتى السلام ما يردش السلام، الرد الواجب هو ما يردش. حد قاعد قال السلام عليكم ما تردش عليه. ليه؟ لانه اثم. هنا مش موضع القاء سلام. هنا يخش المسجد يصلي ركعتين ويجلس ولا يتكلم. انما ده يسلم على اثنين ثلاثه من الحياه واحيانا اتكلم معاهم يقول يعني انت جاي بدري من هذا اليوم ايه اللي جرى لك؟ سبحان الله. استهانه استهانه بالامور الشرعيه. يعني جاي متاخر وبيلغي جمعته ويلغي جمعه الناس اللي جايه من بدري كمان. يلغي جمعتين الناحيه دي جمعتين من الناحيه دي. قد روى الإمام أحمد والبخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء. الهاجرة يعني في شدة الحر. البطحاء هي الصحراء بس. فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. يعني ذاك المسافر. وبين يديه عنزة. العنزه دي زي نصف الرمح او اكثر شويه، يعني هي ايه حديده طويله شويه، يعني اطول من نصف شويه.
حطها في الأرض سترة يعني عشان اللي يجي عدي عدي من وراها، يمر من وراها المار. كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم كده إيه لما يصلي في الفضاء الصحراء كان يحط قدامه إيه سترة، يعني العنزة دي كان يحطها دايما عشان اللي يمر يمر من بعدها. وقام الناس يعني بعد الصلاة فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، ده بعد الصلاة اللي بعد. وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه تبركا به صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم. قال أبو جحيفة فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من الجسم صلى الله عليه وسلم. يعني يده صلى الله عليه وسلم كانت كالحرير ناعم وباردة كالثلج وعطرة أطيب رائحة من المسك. يعني في روايات للصحابة يعني لسيدنا أنس وغير كأنه أخرجها من جونة عطار. الجونة دي إناء يحط فيه العطار العطر، حطيت لك فيه شوية وطلعتها تلاقيها كلها إيه عطر، كأنما أخرجها من جونة عطار صلى الله عليه وسلم. وسيدنا أنس كان يقول يعني لما مسست خزة ولا حريرة أبين من كف رسول الله ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب ريحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس هنا الحديث ده دليل على جواز المصافحة عقب الصلاة. نعم. الصحابة قاموا بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر ركعتين، قال وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه. طبعا أول حاجة يصافح ثم يمسح إيه؟ وجهه بيده. جعلوا يمسحون بها وجوههم يأخذ إيده. فهنا لو الفعل ده حرام زي ما بيقول المتنطع كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفعل ذلك او لا تفعلوا. دول صحابه، الصحابه كلهم قاموا اخذوا يد النبي صلى الله عليه وسلم واخذوا يمسحون بها ايه وجوههم. والحديث في البخاري عند الامام احمد والبخاري. قال المحب الطبري شوف كلام العلماء استأنس بذلك يعني بفعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة بحديث أبي جحيفة ويستأنس بذلك لما تطابق عليه الناس من المصافحة بعد الصلوات في الجماعات لا سيما في العصر والصبح. كانت أيام ممكن إذا اقترن به قصد صالح من تبرك أو تودد أو تحبب أو نحوه. لكن إيه بتلاقي الواحد لو مدت له إيدك يتخانق معاك كأنها إيه خلاف زاهي يسميها بدعة وسيئة وضلال وفي النار. حتى المصلين اللي يصلوا يودوا جهنم عشان امر يدور بين ايه الجواز والاستحباب. الجواز والاستحباب يعني حدش كان مكروه، خلي بالك يعني مباح او مستحب هذا الحكم. قال وإذا كانت المصافحة عقب الصلوات ليست حراما فلا مانع منها شرعا، لكن الأفضل
أن تكون بعد ختم الصلاة الأفضل. لكن لو واحد صافح مفيش لا غلط ولا يعني تغليط ولا يعني فعل شائن يصافح. يعني لا تستغرب أكثر من 5 ثواني فقط. يعني مش معناها أن الواحد لو صافح قبل الختم يعني مش يختم يقوم يمشي، لا، هو بيسلم كذا وكذا يعني يمين وشمال ثم يبدأ في الختم. ما استغربش بشيء يعني ما تعتبرش فاصل بين الختم وبين الصلاة. ولذلك تجد أحيانا الواحد منهم يختم الصلاة عشان ما حدش يصافحه يروح ماشي قبل الناس، برضه مصر على أنها إيه؟ بدعة وضلالة وفنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. شوف كلمة ما ليس منه، يعني لو سألناك سؤال هل المصافحة من الإسلام ولا ليست من الإسلام؟ لازم تقول من الإسلام. ليش من كلمة؟ إذا لقيته فسلم عليه. وإذا لقيته فسلم عليه. يعني زي إلقاء السلام. زي إيه؟ إلقاء السلام. ده سنة وده سنة. الجاهل هو الذي يعني يعمل من الحبة بب، يعني حاجات بسيطة جدا جدا ويجعلها من البدع التي تدخل النار. والعياذ بالله من أصحاب الكبائر هيروحوا فين؟ ولا في نار حامية ولا نار باردة ولا في إيه؟ ولا النار أنواع ولا إيه؟ يعني طبعا الإنسان يصلي مثلا يعني ويصافح تضعه ما الذي ياكل الربا ويشرب الخمر يقول فعلى ضلاله وهي في النار. في مساله مهمه وهي مساله المسافر يأتم بمقيم. واحد بيسأل يقول المسافر الذي يأتم بالمقيم هل يتم الصلاة مع الإمام أو ينوي المفارقة ويقصرها، يعني بعد ما صلى ركعتين ينوي المفارقة ويتشهد ويسلم؟ يعني واحد بيسأل هذا السؤال، يعني المسافر يصلي ركعتين فرض، فهو صلى ولا واحد مقيم، يصلي أربعة، هل يصلي يكمل أربعة؟ ولا ينوي المفارقة ويتشهد ويسلم؟ أو يجلس كما يفعل بعض الناس، يجلس في الركعة الثانية ولا يقوم حتى يكمل صلاته ويسلم ويسلم معاه؟ في ناس بتعمل كده. هو لو سأل الأربعة لسه هيجيبه. أنا أقول لهم طبعا يرى جمهور الفقهاء خلي بالك بيقول الأئمة الأربعة أن المسافر إذا أتم بمقيم فالواجب عليه أن يصلي الصلاة تامة فرض، ما دام دخل وراء الإمام المقيم يبقى يصلي أربعة ولا يقصر، وذلك لأنه تابع لإمامه، إنما جعل الإمام ليؤتم به سواء أدرك معه ركعة
أو أكثر من ركعة أو أقل من ركعة، أن دخل وراء ولو في التشهد يصلي أربعة. الشيخ ابن تيمية يقول إن المسافر إذا أتم بمقيم وأدرك معه ركعة أو ركعتين أو ثلاثة ركعة فما فوقها فإنه يتم الصلاة، يصلي إيه؟ أربعة. وإن أدرك معه أقل من ركعة صلاها قصرا بعد سلام الإمام، لأنه بإدراك الركعة قد ائتم بمقيم في جزء من صلاته فلزمه الإتمام، وإذا لم يدرك معه ركعة فصلاته صلاة منفرد فيصليها مقصورة. وقال نص على ذلك الإمام أحمد في إحدى الروايتين. إحنا عندنا برضو المالكيين اللي يدرك التشهد الأخير يعتبر منفرد. يعتبر إيه؟ منفرد. يعني ده الكلام ده يوافق معانا مع المالكيين. اللي ما يحصلش حاجة مع الإمام يبقى منفرد، خلاص المنفرد ده يصلي ركعتين قصر. يصلي ركعتين قصر. لكن اللي يدرك ركعة أو اتنين كمل أربعة. ده كلام الإيه؟ جمهور العلماء. أما ابن حزم الظاهري فيرى أن المسافر يقصر الصلاة ولو اتم بمقيم. ده رأي ابن حزم. قال رحمه الله: إن صلى مسافر بصلاة إمام مقيم قصر ولا بد، وإن صلى مقيم بصلاة مسافر أتم ولا بد، وكل أحد يصلي لنفسه، وإمامة كل واحد منهما للآخر جائزة ولا فرق. يعني الإمام مسافر أو مقيم كلاهما جائز، المأموم مسافر أو مقيم كلاهما جائز، كل واحد يصلي ورا الثاني. وطبعا يعني هو رأيه إنه لو صلي مع الإمام ركعة يضيف عليها ركعة ويسلم. ما دام مسافر حصل ركعتين يصلي برضه معاه ركعتين ويسلم لأنه مسافر. هو رأيه كده. وبرضه عنده رأي تاني اللي هو إيه؟ لو أدرك الصلاة من أولها يبقى يجلس حتى يتم الإمام صلاته. يجلس بعد ركعتين وبساعة الإمام يسلم معاه. هو عنده مخالف لكل العلم الايه؟ الاربعه. واستدل بما روي عن عبد الرحمن بن تميم اسلم قال: كان ابي اذا ادرك من صلاه المقيم ركعه وهو مسافر صلى اليها اخرى، واذا ادرك ركعتين اجتزأ بهما. وتميم بن حزلم من كبار اصحاب ابن مسعود يعني من التابعين. استدل تاني روي عن شعبة عن مطر بن فيل عن الشعبي قال: إذا كان مسافرا فأدرك من صلاة المقيم ركعتين اعتدت بهما. ده الشعب. عن شعبة عن سليمان التيمي قال: سمعت طاووسا وسألته عن مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعتين، قال: تجزيان. طاووس ده ايه؟ تلميذ ابن عباس. قال ابن حزم: برهان صحة قولنا ما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الله تعالى فرض على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر أربعة وصلاة السفر ركعتين.
من المالكية والشافعية والحنفية القائلين بأن المقيم خلف المسافر يتم، يعني المقيم لما يصلي ورا المسافر ساعة المسافر يسلم، المقيم ايه؟ يقوم يجيب الركعتين اللي عليه، ولا ينتقل إلى حكم إمامه في القصر وعقلان. وأن المسافر خلف المقيم ينتقل إلى حكم إمامه في الإتمام. بل وهم يدعون أنهم أصحاب قياس بزعمهم، ولو صح قياس في العالم لكان هذا صح قياس يوجد، ولكن هذا مما تركوا فيه القرآن والسنن والقياس. لكن طبعا الجمهور استدل بكلام ابن عباس، لما سئل ابن عباس سئل إن إذا صلينا في رحالنا صلينا أربعة جماعة مسافرين، وإذا صلينا معكم إن إذا صلينا في رحال صلينا ركعتين، وإذا صلينا معكم صلينا أربعة، تنص إيه الحديث يعني ساعة يصلوا المسافرين وحدهم يصلوا اثنين في البيوت يعني، وإذا صلوا مع الجماعة صلوا أربعة. فابن عباس قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، قال تلك سنة أبي القاسم، يعني المسافر إذا صلى وحده يصلي ركعتين السنة، وإن صلى مع الجماعة المقيمين يصلي أربعة. قصدك يعني يعيدها قصرا ثاني؟ يعني بعض العلماء قال يستحب ان يعيدها قصرا، يعني لكن اذا لم يعيدها لا شيء، لا شيء. وارد طبعا في الحديث فتح مكة كما رواه أبو داود والترمذي، حتى وإن كان الحديث ضعيفا لكن أخذ به العلماء، علماء في الفقه يعني. لما في الفتح كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى بأهل مكة سلم من الركعتين وقال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، يعني مسافرون. كل الصلوات الرباعية كان يصليها صلى الله عليه وسلم ركعتين ويأمر أهل مكة أن يتم الصلاة، ده دليل على أنه إيه؟ أنه المقيم يتم الصلاة والمسافر يصلي ركعتين لو صلى إيه؟ إماما، لو صلى إيه؟ ولذلك يستحب للمسافر إذا كانوا جماعة أن يصلوا جماعة حتى ولو بعد خروج الناس، يعني يصلون جماعة ويجمعون بين سنة الجماعة وسنة القصر، وده الأفضل هذا. ولا يدخل مع وراء المقيم حتى لا يخالف سنته في القصر، لأن القصر قيل سنة مؤكدة وقيل مستحب وقيل واجب، قيل واجب. يبقى إذن الأفضل أن يصلي صلاته قصرا، وخاصة إذا كان مع جماعة وهو فقيه، يبقى يصلي هو إمام ويسلم من ركعتين، ويستحب أن يقول لهم أتموا صلاتكم فإني مسافر، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أفضل طبعا، يعني لو أخبرهم قبل الدخول لكان أحسن، حتى إيه لا يحصل تخليط. ربما سلم الركعتين سبحوا له، يقولون سهل أو نسي، يقول لو قال لهم قبل الصلاة إني مسافر وأصلي السنة ركعتين وأتم أنتم صلاتكم لكان أفضل. ربما سلم جاهل أو ساهل معه. بالنسبة للنوافل في السفر، دي برضو من ضمن المسائل التي تثير جدلا في السفر. جماعة يقولوا ايه ما نصليش نوافل، جماعة يقول لا نصلي نوافل. قل هل تشرع صلاة النوافل في السفر؟ الجواب النفل المطلق زي صلاة الضحى وصلاة التهجد وصلاة مثلا سنة السفر ركعتين أو سنة الاستخارة أو سنة الإحرام، ده اسم النفل المطلق، أو سنة الوضوء صلاة ركعتين سنة الوضوء، كل هذه نوافل مطلقة مش مقيدة بوقت. والتهجد ده معروف طبعا بالليل، والوتر مشروعة في السفر باتفاق العلماء لم يختلف فيها أحد، النفل المطلق والتهجد المطلق يعني غير مؤقت وقت، والتهجد والوتر. لكن الخلاف بين العلماء إنما هو في السنن التابعة للفرض اللي هي أربعة قبل الإيه؟ الظهر مثلا، واثنين بعد المغرب، واثنين مثلا بعد العشاء، دي سنن رواتب. قال والمتأمل في كلام الفقهاء يجد أن لهم قولين في المسألة. القول الأول تشرع صلاة النوافل في السفر، بس مع ملاحظة إنه إذا المسافر جمع بين الصلاتين، يعني جمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، يجمع من غير إيه؟ من غير أن يصلي النوافل بينهم، لأنه يصلي الظهر ويقيم الصلاة بعدها للعصر ويصلي مباشرة، يعني لا يفصل بين الصلاتين إلا بمقدار الاستغفار ثلاثا أو اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال. يبقى ما يجيبش ركعتين بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، عشان الجمع يمنع الايه؟ النافلة بينهم. لكن هيصلي قبل العصر قبل الظهر اثنين أو أربعة ماشي، هيصلي بعد العشاء الشفع والوتر وركعتين مثلا قبلين قبل الشفع والوتر ماشي، ده عند ايه؟ عند جمهور العلماء، قول الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والجمهور. قال والمختار عند الحنفية إذا كان المسافر في حالة أمن وقرار، فإن كان في حالة خوف لا يطالب به. يعني إذا كان في حال أمن وقرار مستقر يبقى يصلي النوافل، إذا كان في حالة خوف زي في الجيش في الحرب، في حالة خوف يبقى يترك الإيه؟ يقتصر على فعل الفرائض، عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. واستدلوا طبعا بأحاديث روية في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الصبح في السفر واستيقظ صلى نافلة الفجر، صلى نافلة الفجر، والحديث في الصحيحين. لما كانوا راجعين من غزوة وكانوا مجهدين متعبين، فناموا
وعهد السيد النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا بلال أن يوقظهم، أن يوقظهم، يوقظ الصحابة يعني. فوضع سيدنا بلال رأسه على الراحلة فنام، فلم يستيقظوا إلا من حر الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أما عهدت أن توقظني؟ قال أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله، هو معنى الحديث صلى الله عليه وسلم. فقال ارتحلوا من هذا الوادي فإن به شيطانا. بعدوا عن الوادي وتوضا الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى الصبح وصلى ايه؟ سنة الفجر. ركعتين الرغيبة يعني. بعد الصبح. ما دام بعد طلوع الشمس يبقى ايه؟ يبدأ بالفرض ثم السنة. وجاء في البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، أي يصلي سبحة الضحى حيث كان وجهه يومئ برأسه، يعني إذا كان في جهة المشرق أو المغرب أو الشمال أو الجنوب كان يصلي على الراحلة حيثما توجه به يومئ برأسه. ده النافلة، وده دليل على أن النوافل المطلقة كان يصليها صلى الله عليه وسلم في الايه؟ على ظهر الراحلة. لكن إذا جاء الفرض نزلا وصلى على الأرض بركوع وسجود. هذه مسألة مهمة جدا، لأنه كثير جدا من الناس المسافرين يصلون على الكراسي في السيارات وفي القطارات من غير توجه إلى القبلة من ناحية، ومن ناحية ثانية وهم جالسون، والصلاة باطلة، الفريضة باطلة من غير كلام. لكن في النافلة لسنة، يعني تصلي على الكرسي بالإيمان ده سنة، صلي الضحى، صلي التهجد، أي نوافل سنة السفر صليها وأنت جالس على الكرسي حيثما توجهت بك القاطرة أو السيارة أو الأتوبيس. والأصل في هذا حديث البخاري بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح، أي يصلي على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه. ونزلت الآية فيها دي فأينما تولوا فثم وجهكم. وروي عن البراء بن عازب قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فلم أره ترك الركعتين قبل الظهر، يعني كان يواظب على الركعتين قبل الظهر في السفر. شوف 18 مرة سيدنا البراء يسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان دائما كان يواظب على ركعتين قبل الايه؟ الظهر، من السنن الرواتب. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والترمذي وقام حسن غريب. وقال يحيى بن يحيى الليثي لقد سئل مالك عن النافلة في السفر قال لا بأس بذلك بالليل والنهار. وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك، يعني يصلي النوافل بالليل والنهار. وقال الإمام أحمد أرجو ألا يكون بالتطوع بالسفر بأس، يعني إنسان يصلي في السفر النوافل المطلقة والرواتب. وقال الحسن البصري كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون ويتطوعون قبل المكتوبة وبعدها،
يتطوعون قبل المكتوبة وبعدها. يعني أحيانا الواحد مثلا ما يجمعش بين الصلوات، يعني بيصلي كل صلاة في وقتها مع القصر يعني. فلو واحد يصلي ركعتين قبل الظهر يصلي الظهر ركعتين، يصلي بعد الظهر ركعتين ماشي، يصلي المغرب لوحده مش يجمع معاه العشاء، يصلي ركعتين سنة بعد الايه؟ بعد المغرب. وده كلام الحسن البصري ان الصحابة كانوا يفعلون ايه؟ كانوا يفعلون ذلك. كان التقديم افضل ولا التأخير؟ جمع التأخير افضل لانه متفق عليه. جمع التأخير افضل من جمع التقديم لانه كل العلماء قالوا به. جمع التقديم خالف فيه الإمام أبو حنيفة منع إلا في الحج بس. وقال أصحاب هذا القول إن معنى حديث جابر في حجة الوداع أنه صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين في المزدلفة يعني، ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي بين المغرب والعشاء شيئا من السنن، لكن يصلي بعدهما سنة المغرب والعشاء والوتر عند الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد. يعني زي ما يقول إيه، بين الصلاتين ما فيش صلاة، لكن عقب المجموعتين يصلي إيه؟ السنة. يعني يصلي ركعتين ثم يصلي الشفع والايه؟ والوتر. قال الامام النووي: ومذهبنا يعني الشافعي استحباب السنن الراتبه، لكن يفعلها بعدهما لا بينهما. احنا قلنا المجموعتين الظهر مع العصر والمغرب والعشاء ما يصليش بينهما ايه؟ شيئا. ومن جمع بين الظهر والعصر صلى سنة الظهر القبلية قبل الصلاتين، وبعد صلاة الظهر والعصر يصلي ركعتي الظهر البعدية. يعني بعد ما يصلي الظهر مع العصر جمع منقصرا من غير صلاة بينهما، يصلي سنة الظهر البعدية بعد ما يصلي العصر أصلا. ده كلام الإمام الشافعي أو الإمام النووي رضي الله عنه الشافعي. يبقى دي أدلة من الجمهور في أن السنن تصلى في السفر، لكن ما يصلاش بين المجموعتين شيء، وإنما يصلي السنة بعد الصلاتين. القول الثاني: لا تستحب الرواتب في السفر. وهذا قول ابن عمر واختاره الشيخ ابن القيم، وقال: لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها في السفر الا ما كان من سنة الفجر، المركتين الفجر. يعني وروى حفص بن عاصم عن ابن عمر انه جد سيدنا عمر رضي الله عنه، قال: صحبت ابن عمر وعمر في طريق فصلى بنا ركعتين ثم اقبل فراى ناسا قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قال: قلت: يسبحون. يصلي يعني. قال: لو كنت مسبحا اتممت صلاتي يا ابن اخي. يعني لو كنت هصلي نوافل كنت كملت بايه؟ ركعتين تانيين في الاربعه يعني. اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى. وصحبت ابا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى. وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى.
وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله تعالى. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومعنى قوله ابن عمر رضي الله عنه: لو كنت مسبحا أتممت صلاتي، أي لو كنت مصليا النافلة في السفر لأتممت المكتوبة أربع ركعات. ومراده راتبة الفرائض كسنة الظهر وسنة العصر. أما النوافل المطلقة فكان ابن عمر لا يتركها في السفر. النوافل المطلقة لغير مقيدة بأوقات الصلاة. قد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة وكان يصلي تطوعا على دابته حيثما توجهت به، فإن كانت الفريضة نزل فصلى. وده الحديث اللي هو حديث ابن عمر ده دليل اللي قالوا ايه؟ عدم مشروعية السنن الرواتب اللي هي تابعة للفرائض. لكن النفل المطلق كان ابن عمر يفعله. يعني هو ماشي على الدابة رايح المدينة، كان يصلي على الدابة مثلا التهجد، يصلي الضحى إذا توضأ مثلا وركب الناقة يصلي على الناقة برضه سنة الإيه؟ الوضوء، وهكذا. لكن ابن عمر نفسه كان يترك النوافل في الإيه؟ النوافل التابعة للفرائض في السفر. طبعا الجمهور أول كلام ابن عمر قالوا أن معنى كلام ابن عمر لو كنت مسبحا أتممت صلاتي أن الفريضة لا بد منها، إذ لو شرعت تامة لتحتم إتمامها. أما النافلة فهي إلى اختيار المصلي باختيارها، فطريق الرفق به أن تشرع في حقه ويخير في الإتيان به، فلو فعلها لا يحرم من ثوابها. يبقى إذن النوافل في السفر اختيارية، من صلاها له ايه؟ الثواب، ومن لم يصلها لا شيء عليه. وقالوا كمان يحتمل انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله يعني على الدابة ولا يراه ابن عمر، وكذلك ابو بكر وعمر وعثمان، او انه صلى الله عليه وسلم كان يتركها احيانا ويصليها احيانا تنبيها لجواز الترك. يعني لجواز الترك، يعني كان صلى الله عليه وسلم يعني واحد من الصحابة شافه صلى وواحد شافه ما صلاش، فكل أخبر بما رأى، كل أخبر بما رأى. زي مثلا الإهلال بالحج، الشيخ الشوكاني رأوا في ليل الأوطار إنه الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل بالمسجد في ذي الحليفة، وبعضهم روى أنه أهل وهو على الراحلة، وبعضهم أهل قال أهل وهو على الدابة يعني لم تقم الدابة. فواحد يسأل ابن عباس يقول يعني لماذا هذا الاختلاف؟ قال هذا ليس اختلافا. ابن عباس نفسه جمع بين الاثنين. قال رآه جماعة وهو يهل في المسجد يعني يقول لبيك اللهم لبيك، فأخبروا عن ذلك. ورآه جماعة وهو على الراحلة قبل أن تقهض به الراحلة قال لبيك اللهم لبيك فأخبروا عن ذلك. ورآه جماعة
وهو على الناقة يقول لبيك اللهم لبيك، فأخبروا عن ذلك. يبقى كل أخبر إيه؟ بما رأى. يبقى اللي روى إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نوافل رآه صدقا فأخبر. وابن عمر لم يره يصلي الرواتب فأخبر بإيه؟ بما رأى. ولا خير. طبعا أما ما قاله الشيخ ابن القيم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها في السفر إلا ما كان من سنة الفجر، فيرده حديث البراء بن عازب لما قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 سفرا 18 مرة فلم أره ترك الركعتين قبل الظهر، والحديث ده حسنه البخاري والترمذي، وكأنه لم يثبت عند ابن القيم. لم يثبت عند الشيخ ابن القيم، وقد حمله بعضه على سنة الوضوء. وكذلك من الأدلة التي استدل بها المانعون للرواتب في السفر ما جاء في البخاري من حديث ابن عمر قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، جمع هي المزدلفة لاجتماع الحجاج فيها، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهم، يعني لم يصلي بين المغرب والعشاء، ولا على إثر كل واحدة منهما. قال حافظ ابن حجر لما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنقل يتنفل بينهم في المزدلف بخلاف العشاء، فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبه، لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل. ومن ثم قال الفقهاء تؤخر سنة العشاءين عنهما، تؤخر سنة العشاءين عنهما، يعني إن يصلي الجمع بين المغرب والعشاء يستحق أن يؤخر الشفع والوتر بعدهم شوي، لأن احنا عندنا كمان الوتر يدخل وقته بعد ظهور الايه؟ النجوم. ما نصليش إلا بعد ايه؟ ساعة مثلا من دخول الليل. أو قبل ما ينام. ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلف. يعني إجماع من العلماء أنه تصلي المغرب والعشاء من غير صلاة بينهم، لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بها، ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهم، يعني اللي يفصل بين المغرب والعشاء في المزدلفة يبقى ما جمعش بين الايه؟ المغرب والعشاء. فالجمع معناها أن تصلي العشاء عقب المغرب مباشرة من غير فاصل بينهم. نعم. اللي يفصل يبقى ما جمعش. صح. لأن معنى كلمة الجمع يعني صلاة العشاء أو صلاة العصر عقب الظهر مباشرة من غير فاصل. طبعا ما يتعلق بحكم قصر الصلاة في السفر، ما حكم قصر الصلاة في السفر وما هي مسافة القصر، هذه مسألة من المسائل المهمة جدا. قال الشيخ ابن القيم رحمه الله
كان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين من وقت خروجه مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة الرباعية، ولم يختلف في ذلك أحد من الأئمة الأربعة، وإن كان اختلفوا في حكم القصر. يعني الرسول كان دائما في السفر يقصر، لذلك الإمام أبو حنيفة كما سيأتي أوجب القصر، قال القصر واجب، وده بناء على كلام سيدنا عمر وسيدنا علي وسيدنا عبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر وسيدنا جابر، يعني هم قالوا بوجوب ايه القصر، واخذ به الامام ابو حنيفه. واستدل كمان سيدنا الامام ابو حنيفه بحديث يعلى بن اميه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن آية وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقد أمن الناس مفيش خوف، فقال عليه الصلاة والسلام رخصة أو صدقة، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. فالإمام أبو حنيفة قال إيه؟ فمن لم يقصر فقد رد صدقة الله. فمن لم يقصر فقد رد صدقة، يعني يأثم، يأثم. والعياذ بالله في بعض الناس الجهلاء يقول لك إيه؟ والله الواحد مش مستريح لموضوع القصر. عجيبة. اتعلم طبعا، اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، لكن هو نفسه كانه يشك، زي التامل، واحد مثلا مريض او مسافر وتيجي تعلم مثلا كيفيه التامل يقول لك طب الصلاه صحيحه، يعني ايه عنده شك الصلاه كده صحيحه، من القران قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب، ما انت بتشك زي. طب الواحد ما يعيدهاش تاني، ما يعدهاش تاني. طب هي لو هي باطله ما كانش امرت بها الشرع من الاول. فكذلك في القصر بعض الناس يقول لك طب ما نعدهاش تاني اربعه. عدتها ازاي؟ هذا جهل. اذا فقال بوجوبه الامام ابو حنيفه. وقال المالكيه القصر سنه مؤكده. آكد من الجماعة، يعني احنا عندنا المالكية اللي يصلي قصر وحده أولى من أن يصلي جماعة أربعة، لأن سنة القصر أوكد من سنة الجماعة. أما عند الشافعية والحنابلة قالوا أن القصر جائز وهو أفضل من الإتمام. جائز وهو أفضل من يعني له ثواب أكثر من ثواب الإيه؟ الإتمام. وأما ما يتعلق بمسافة القصر فقد قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالمتبادر من هذه الآية أن أي سفر طال أم قصر تقصر من أجله الصلاة وتجمع ويباح فيه الفطر. ولم يرد من السنة ما يقيد هذا الإطلاق. لكن الأئمة الأربعة ذهبوا إلى ما ذهب إليه الصحابة من أنهم كانوا يقصرون من مكة إلى جدة أو من مكة إلى عسفان، ودي مسافات قريبة من اللي حددها إيه؟ الأئمة الأربعة، يعني ما يقرب من 89 كيلو، من
89 كيلو، وإن نقصت كما عند المالكية وصلت لغاية 73 أو 72 تقصر الصدقة. ده عند الأئمة الإيه؟ الأربعة. قد روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي عن يحيى بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة، فقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرا ثلاثة أميال أو فراسخ يصلي ركعتين. ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. يصلي ركعتين. قال ابن حجر: وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصلحه. ومعلوم أن الميل ألف ذراع ألف متر وسبعمية ثمانية وأربعين متر، يعني 1748 يعني تقريبا 2 كيلو إلا ربع. والفرسخ 5541 يعني ما يقرب من 5.5 كيلو. طبعا لكن المسافة دي يعني ثلاثة أميال مش مكملة 6 كيلو، والفرسخ برضو لو ثلاثة فراسخ برضو مش مكملين 16.5 كيلو أو 17 كيلو. لكن طبعا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة هو المعتمد. ليه؟ لأنه هو الذي يطلق عليه السفر. لأن احنا لو قلنا مثلا هل احنا في بني عدي مثلا 35 كيلو، في حد بيقول أنا مسافر إلى أسيوط؟ لا، ما بيبقاش يقول أنا مسافر إلا في المسافات الطويلة. مسافر المنيا، مسافر السويد، مسافر القاهرة، وبيتزود ياخد شنطة ومعاه أكل وشرب، فقادر يطلق عليه السفر. لكن واحد هيروح 6 كيلو جاي يقدر يقول أنا مسافر؟ لما يروح رايح مشوار أحيانا بياخده المشي. زمان كان بياخده المشي. يعني المسافات القليلة دي 10 كيلو و 6 كيلو و 7 و 15 كانوا الأوائل يعني لا يركبون لهم شيء. كانوا يذهبون مشي. فده ما يعتبرش إيه؟ ما يعتبرش سفر. القصر مستقل عن الجمع، يعني مفيش ارتباط بين القصر والجمع. ولذلك احنا بنقول مثلا لو واحد مسافر بعد الظهر مثلا من هنا، طبعا القصر يصلي الا بعد الخروج من البلد، فممكن يصلي الظهر 4 والعصر 4 ويركب ويمشي، كذلك يصلي المغرب ويصلي العشاء 4 ويركب ويمشي، لان الجمع مستقل. ليش القصر يشترط أن يكون بعد الخروج من العمران بس، هذا هو الشيء. فده رخصة، حكم الجمع رخصة، لكن القصر قيل واجب وقيل سنة وقيل إيه؟ جائز. الفرق بين الاثنين المسألة. فضل دكتور المغرب ركعتين القصر لا، اللي يجمع طبعا القصر في الرباعية فقط، العصر الظهر والعصر والعشاء، لكن الصبح والمغرب مفيش قصر. صلي ثلاثة وقت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا